أهلا بكم في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. في الصحافة المحلية، موقع المصدر أونلاين يسلط الضوء على عدم احتمالية العودة إلى ما قبل نهاية الهدنة. وفي الصحافة العربية، موقع عربي 21 يتحدث عن رفض رئيس المجلس الرئاسي تسييس مطار صنعاء. ودوليا، موقع وكالة الأناضول يتناول وقفة احتجاجية لأبناء محافظة تعز تنديدا بالقصف المستمر والحصار الخانق. البداية محليا، حيث تناول موقع المصدر أونلاين عدم احتمالية عودة اليمن إلى التصعيد العسكري والجمود السياسي اللذين كانا سائدين قبل إعلان الهدنة الإنسانية. جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك عقب جلسة مجلس الأمن المغلقة بشأن اليمن. أكد غرينبرغ أن الهدنة الإنسانية التي تتكون من مجموعة إجراءات مؤقتة واستثنائية تمثل لحظة تاريخية بحد ذاتها، مستدركا لكنها تحتاج أن تدعم بعملية سياسية تساعد على استمراريتها. وقال إن التطورات الإيجابية التي شهدتها اليمن منذ دخول هدنة الشهرين حيز التنفيذ مطلع أبريل، بما في ذلك انخفاض العمليات القتالية وتراجع سقوط ضحايا من المدنيين ودخول سفن المشتقات النفطية وتسيير رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء الدولي، هي الأولى منذ 6 سنوات. وأكد أن هذه أولوية بالنسبة لي ولمكتبي، فكما تعلمون لقد سبق لي أن زرت تعز في العام الماضي وشهدت بنفسي كيف يؤثر إغلاق الطرق على إطالة مدة التنقل والسفر في اليمن. تناول موقع يمن شباب نت استنكار الحكومة اليمنية للتخاذل الدولي أمام جريمة تجنيد أطفال اليمن التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحويلهم إلى قنابل موقوتة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني. بحسب الموقع، فإن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تعلن أهدافها بوضوح من تجيش الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها للمراكز الصيفية في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية. وأشار الموقع إلى تعنت ميليشيا الحوثي، حيث تحدثت بصراحة عبر وسائلها الإعلامية عن استدراج الأطفال لغسل عقولهم بالأفكار المتطرفة المستوردة من إيران وتدريبهم على القتال والزج بهم لجبهات القتال وقودا لمعاركها العبثية وتنفيذ السياسات التوسعية الإيرانية. وأكد الموقع أن عشرات الآلاف من الأطفال الذين يحشدهم الحوثي إلى معسكراته لتفخيخهم بأفكاره الطائفية الظلمية وشعارات الحقد والكراهية لا يمثلون خطراً على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي فحسب، بل يشكلون قنبلة موقوتة لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. تناول موقع يمن فيوتشر تأكيد واشنطن التزامها بإنهاء الصراع في اليمن. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك. وبحسب الموقع، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس قال في بيان إن بلينكن شكر وزير الخارجية اليمني على جهوده وجهود حكومته في تسهيل أول رحلة تجارية من صنعاء منذ عام 2016 التي سافرت يوم الاثنين. وأشار الموقع إلى مناقشة وزير الخارجية سبل التعاون ودعم الولايات المتحدة لتأمين الهدنة التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة والبناء عليها لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة تمكن اليمنيين من تقرير مستقبلهم. وأكد الموقع على أهمية ضمان حرية حركة الأفراد والبضائع عبر المناطق المتنازع عليها مثل مدينة تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، حيث يعاني مئات الآلاف من اليمنيين في ظل ظروف شبيهة بالحصار ويتحملون وطأة الحرب. أما عربياً، فقد تحدث موقع عربي 21 عن تجديد رئيس المجلس الرئاسي رشيد العليمي الالتزام بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة الشهر الماضي، متهماً جماعة الحوثي بالتعنت وعدم تنفيذ بنودها.
جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ بحضور عضو المجلس الرئاسي طارق صالح ورئيس الوزراء معين عبد الملك، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية. وبحسب الموقع فإن الحكومة الشرعية على استعداد لتقديم كل ما يلزم من أجل تسهيل إنجاح الجهود الأممية لإحلال السلام في البلاد، بما يؤدي إلى إنهاء الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي بدعم إيراني. وأشار الموقع إلى دعم الحكومة للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة بكامل بنودها، بما في ذلك الإصرار على فتح المعابر على مدينة تعز المحاصرة من قبل الميليشيا الحوثية. وأكد الموقع تقديم رئيس المجلس الرئاسي وحكومته الكثير من المقترحات فيما يخص مطار صنعاء، إلا أنها قوبلت بتعنت واضح من قبل الميليشيا الحوثية. وأوضح الموقع أن الحوثيين حولوا مطار صنعاء من ملف إنساني إلى قضية سياسية حرفت هذا الملف عن أهدافه الإنسانية التي أبرم الاتفاق من أجلها. أما دوليا فقد تناولت وكالة الأناضول وقفة احتجاجية لأبناء محافظة تعز تنديدا بالقصف المستمر والحصار الخانق المفروض على المدينة من قبل الحوثيين. وبحسب الموقع فإن المحتجين شددوا خلال الوقفة على ضرورة فتح الطرق الرئيسة كما نصت عليه بنود الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة. وأشار الموقع إلى استمرار حصار تعز وإغلاق الطرق الرئيسة فيها للعام الثامن على التوالي من قبل جماعة الحوثي، ما يتسبب بمعاناة شديدة للسكان والمرضى ويؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية. وأكد الموقع على الاهتمام الإنساني برفع الحصار عن تعز وعدم تحول المجال للتفاوض والمقايضات السياسية في صورة تكشف حجم الإجرام الحوثي والخلل القيمي الكبير في أداء الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن. وذكر الموقع أن زمن الهدنة يتلاشى الآن وسط صمت حكومي غريب وتجاهل أممي لجريمة الحصار التي كان يفترض أن تكون في صدارة أولويات المبعوث الأممي وصدارة عناصر الهدنة المزعومة. وفي ختام السلطة الرابع أشكركم على طيب المتابعة وأترككم مع هذا الكاريكاتير.